رجعنا لاستاد رادس. ملاعب الكوره هنا كفرت مكيفه بالونه كده وجواها الملعب من جوه مكيف. تعال نشوفه. دي تعليمات بسلوك اللاعبين في الملعب. لازم تسلم على زمايلك بعد الماتش، تحترم الحكام حتى لو خدوا قرارات غلط، تحترم المنافسين وما تسبش حد، تحترم نفسك، ما تكذبش، ما تغشش، وما تتظاهرش بالاصابه، خش اتركا، ما تردش على اي سلوك غير رياضي من المنافسين، وطبعا ممنوع. او ماي جاد. الملعب بيوفر فيستات عشان مهما انت تكون جاي بتيشيرت لونه ايه، فريق منهم بيلبس فيستات وفريق ما بيلبسش عشان يبقى مميز يعني. الاستعداد لاجراء التغيير الاول. طبعا ده حكم المباراه حمدي بطيشه. جملة تكتيكية هايلة بيني وبين أمير، لاعب نص ملعب. تحية من مركز الشباب المرج لمركز الشباب عجمان، واحد أخي نلعب كورة دلوقتي. أنا وأحمد وأمير سبقنا. تعالوا نشوف يا جماعة مراكز الشباب بقى في الإمارات عاملة إزاي، ولا تقول لي مركز الشباب الأندلس، أنا مركز الشباب المرج. تعالوا نشوف. السلام عليكم. هي باي. هي باي. هنا أحمد هي باي، أي حاجة بيقول له هي باي وخلاص. باي دي يعني يا اسطى هنا. باي دي. Come to play. It change your clothes. No, this is my duty day. Okay. Security هنا في ال. هنا باب؟ هنا باب. Okay. أحمد عمل حادثة يلا. مش عارف يا عمي في إيه؟ ده الملعب يا جماعة. عمل حادثة. وده أماكن الجمهور. ووو. ما راح يجيبها. ووو. أوبا. عاش. يا زين ايه احساسك بعد ما ضيعت ضربه الجزاء؟ 10 دقايق الكلام ده ممكن ناس تيجي ممكن ناس ما تجيش. حلاوي ايه تقول ايه؟ رهيب رهيب اللعب. حلاوي يطلع بره تسلموا عصافير. طب جون ايه يابا؟ Tell us about your position. I played as goalkeeper and right wing defense. بيلعب goalkeeper ومدافع. Say وائل جمعة. وائل جمعة. وائل جمعة. Yes, it's the perfect defender in our country. وائل جمعة. Yes.